نشرات الأخبارية وأيضا برنامج اليوم. اليوم أنا موجود في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات، واللي اليوم يستضيف ما استضافتها العاصمة الرياض المملكة العربية السعودية. هذا الاجتماع التحضيري للجنة العربية للمرأة العربية اليوم 9 فبراير، وغدا ستكون الأعمال مبتدئة من 9:30 صباحا باستلام المملكة الرئاسة لهذه الدورة 39، بعد أن كانت عند الجمهورية الجزائرية في دورتها 38. اليوم ستعلن نتائج بيجن بعد 25 عاما، أيضا العديد من المحاور والعديد مما يهم المرأة العربية وما تعلنه المملكة للمرأة العربية. كما تعلم عبد الله وسارة بأن المملكة اهتمت وحرصت كل الحرص على المرأة السعودية وكذلك العربية من خلال رؤيتها 2030، ومن خلال ما حققته في خلال 4 سنوات حتى هذه اللحظة منذ بدايتها برؤيتها 2030، ابتدأت أعمال التحضير لهذا الاجتماع. اليوم هو تحضيري وغدا هو الاجتماع الرئيسي. نتابع بإذن الله معكم وعلى مدى النشرات القادمة هذا الاجتماع وما سيتمحور خلاله من مواضيع للمرأة العربية.